شكرا لأنفاس على استضافتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا وتتبعها الملفات ضحايا الاعتداءات الجنسية، خاصة الملفات التي تحظى يعني بتتبع الرأي العام المتابعة لهذه الملفات ضحايا الاعتداءات الجنسية. اليوم اللي ولا نقاش داخل المجتمع حول الاعتداءات الجنسية ولا نوع من الوعي، كان هناك تطور على مستوى الوعي للمجتمع، الأسر، المؤسسات حول يعني هالظاهرة الخطيرة اللي طبعا عندها آثار سلبية بشكل كبير على الضحايا أولا، ولكن كذلك عندها تكلفة للمجتمع والدولة. سؤالكم حول ملف جاك بوتيه، رجل الأعمال الفرنسي الذي مع الأسف استغل الفرص التي منحت له كمستثمر في المغرب مع كل التسهيلات مع كل التحفيزات ليحول هو ومجموعة من المسؤولين شركة أسيو 2000 بطنجة إلى مكان الاستغلال الجنسي للأجيرات وحتى لبعض الأجراء يعني شباب. طبعا الملف دام لمدة سنتين ما بين وضع الشكايات والتحقيق والمناقشة أو لا يعني حكم الملف على مستوى غرفة الجنايات الابتدائية التي نطقت يعني بالقرار الجنائي الابتدائي الأسبوع الماضي، والذي قضى بعقوبة سجنية يعني في مجموعة 34 سنة ما بين 10 و 4 سنوات سجنا نافذا، وعقوبة لشخص بستة أشهر موقوفة، وطبعا الغرامات وتعويضات للطرف المدني. هذه مجموعة من الأجيرات اللي يعني تم استغلال ظروفهم الاجتماعية الهشاشة، خاصة خلال المرحلة كوفيد اللي كان واحد الوضع اجتماعي في العالم كله ماشي غير في المغرب، وكانت هناك حاجة وخصاص عند هاد الشابات ووضعيات هشاشة ووضعياتهم الاجتماعية لكل واحدة منهم. أغلبهن ما كملوش دراستهم أو لا كملوا الدراسة ما لقوا الشغل ويعيلون أو يعيلن عائلاتهم، يعني واحد الوضعية اجتماعية اللي صعيبة بالنسبة لهم. كانت هذيك الفرصة للعمل داخل هاد الشركة يعني واحد المسألة اللي هي إيجابية جدا، على اعتبار أن الأجر زائد التحفيزات اللي كيمكن ياخدوها، لأن هذه شركة ديال التأمين، يعني في كل ما تعاقدوا مع اللي طالب التأمين كتزادهم يعني لي كوميسيون في العمل، والسالير كان أحيانا كيوصل ل 10,000 أو 12,000 درهم. هذه مسألة اللي كانت كتحفزهم. مع الأسف تم استغلال هذا الوضع هذا من طرف واحد المجموعة اللي كانت تسير الشركة وفهمت بأن جاك بوتيه سان بيدوفيل، وتم تحويل هذه الشركة لواحد الفضاء الاستغلال الجنسي للأجيرات والشباب، فضاء اللي ما فيهش احترام بتاتا لمدونة الشغل ولا الحقوق الأجراء، وأي تفكير من طرفهم محاولة من طرفهم لتأسيس ملف نقابي كالجواب ديالو مكتب نقابي كالجواب ديالو هو الطرد. ما عندهم الحق لا في مطالب نقابية ولا مطالب اجتماعية ولا ديمقراطية داخل هذه المؤسسة بتاتا، وكأننا لسنا في مغرب 2024 اللي عرف العمل النقابي فيه تحول منذ عقود. هذه أولا. ثانيا، استغلال هذه مجموعة الشابات خاصة في من طرف هاد المسؤولين ومن طرف المدير الرئيس المدير العام والمدير العام الذي فر بعد الاستماع إليه أول مرة من طرف الشرطة القضائية، ومن بعد ذلك عرف بأن
طبعا تأكد له بأن العدالة حطت يدها على وضعت يدها على الملف، وبالتالي لا مفر من العقوبات السجنية والعقوبات الجنائية، لأن هذه جرائم خطيرة وصلت للتجار بالبشر، وهذه هي المتابعة ديال النيابة العامة. وبالمناسبة أشكر كل المتدخلين، لا شرطة قضائية ولا نيابة عامة ولا قضاء الحكم، على يعني الاهتمام اللي عطوه للملف. أولا السرعة في تدبير الملف، خاصة في مرحلة التقديم والتحقيق اللي كان فيه يعني تعامل إيجابي مع الضحايا، تقديرا لوضعيتهن باعتبارهن ضحايا تجار بالبشر. مع الأسف في مرحلة الهيئة الأمام هيئة الحكم كان هناك واحد نوع ديال التمطيط لتجهيز الملف، وكان أساسا من طرف دفاع ومن طرف متهمة، اللي يعني كبدتنا واحد المشاق كثيرة للضحايا ولا للدفاع المطالبات بالحق المدني ولا حتى دفاع بعض المتهمين في تمطيط الملف. خلقت واحد النوع ديال التوتر داخل الملف من خلال استراتيجية ديال محاولة تغليط العدالة بأنها فقدت قدراتها العقلية إلى غير ذلك لمدة أو لعدة جلسات، وحنا في تمطيط هذا الملف محاولة منها الإفلات من العقاب. لكن مع الأسف استراتيجية كانت فشيلة، لأن المحكمة عرضت السيدة على خبرة طبية عقلية وتبين بأن لها كل تعاني من اكتئاب، ولكن هذا لا يمس قدرتها العقلية. بالنسبة اليوم الحكم، أقول إحنا غير راضين في الحقيقة على الحكم. طبعا خطورة الأفعال، لجسامة الأفعال المرتكبة في حق هذه الشابات واللي دامت لمدة سنوات من طرف مختلف المسؤولين، سواء من جنسيات أجنبية أو من جنسيات مغربية، كيف تم استغلال هذه الشابات، كيف تعرضوا من بعد ما تجرؤوا يوضعوا شكايات لكل أنواع التشهير والسب والقذف وتكالب، يعني لا من الأجراء اللي تم استغلالهم في الشركة باش يسبوهم ويحركوا كل المواقع الاجتماعية ضدهم إلى غير ذلك، ولكن كانت لهم الجرأة، كانت لهم الجرأة حتى لآخر جلسة صامدات أنهم يدافعوا عن حقهم، لأنه كما قلت مقتنعين بأنهن ضحايا اعتداءات جنسية وضحايا تجار البشر. وكما قلنا أمام المحكمة، نحن في دولة الحق والقانون، وبالتالي تم الحكم اللي يعني احنا اوني با ساتيسفي بور لا سانكسيون، لان قانون التجار بالبشر في الماده اللي تم يعني ادانه المتهمين من اجلها او بمقتضياتها 448 خاصه الفقره 3 اللي كتشدد العقوبه حتى ل 20 سنه، خاصه لان في التجار بالبشر هناك مستويات، واليوم حنا في مستوى ديال المسؤول مع المرؤوسين ديالو، بالتالي هناك علاقه ديال السلطه والنفوذ اللي تمارسات على هاد الاجيرات يعني في استغلال الهشاشه ديالهم. بالتالي الحكم ب 10 سنوات على متهمه وعلى الباقي بأربع سنوات حبس نافذا، كنظن عقوبة لا يمكن أن تحقق الردع أولا، وما كتجاوبش مع الوضعية ديال الضحايا، لأن في العقوبة جزء منها لرد الاعتبار ولجبر ضرر الضحايا. ثانيا هناك تعويض مدني لجبر الضرر طبعا، اللي قضت المحكمة ب100,000 درهم لكل مطالبة بالحق المدني لكل ضحية. مع الأسف هذا تعويض هزيل جدا، ونقارنوه مع ملفات على المستوى الوطني، عندنا كجمعية دافعنا في ملفات على ضحايا محاولة الاغتصاب، كان هناك حكم ب10 مليون سنتيم لهؤلاء الضحايا، في حين أننا ونحن أمام يعني مجموعة، لأن ما كانش متابعة بتكوين عصابة، ولكن وإدانة بتكوين عصابة، كان مجموعة من المسؤولين في إطار التجار بالبشر كتقضي المحكمة بهذا المبلغ بالنظر لجسامة وخطورة الأفعال المرتكبة، وبالتالي هذا تعويض يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجبر الضرر. لهذا
واكثر من هذا الى قارنا مع احكام غير في دول حدانا في اسبانيا وفرنسا، راه التعويضات كتوصل المبالغ اللي مهمه اللي يمكن توفر امكانيات ديال واحد التكفل الاجتماعي ومعالجه نفسيه، ولان ضحيه التجاره البشر كيبقى يعاني، راه اغلبهن كيتناولوا المهدئات باش يمكن ينعسوا، وهما الان بدون شغل بدون يعني مجموعه من الاعتبارات. في كل مره خاصه وحده منهم في كل مره كتولج لشي شركه الان باش تشتغل كتبقى خايفه من انها تتعرض لنفس الشيء، كتعرض دار العمل من بعد شهر او شهرين ما كتقدرش، يعني وضعيه اللي كتبقى نفسيه واجتماعيه وما كتبقاش فقط متعلقة بداك الشخص الضحية ديك السيدة، ولكن المحيط ديالها، لأن الأسرة أو للأبناء أو للزوج أو الجميع كيبقى يعاني منك تكون عندك ضحية تجارة البشر. وبالتالي تعويض هزيل ديال 100,000 درهم كنظن لن يفي بالغرض اللي المشرع طبعا وضعه من أجل لا العقوبة ولا التعويض المدني. وبالتالي احنا طعنا بالاستئناف في هذا الملف، يعني في يعني غادي يتدرج مستقبلا في امام غرفه الجنايات الاستئنافيه. سندافع، سنواصل دفاعنا على الضحايا، لا بالنسبه للعقوبه اللي خص تشديدها على اعتبار ان الهدف من العقوبه كما وضع المشرع هو الردع، وجزء منها كذلك فيه رد الاعتبار للضحيه، وكذلك بالنسبة للتعويضات المدنية التي نعتبرها هزيلة ولا تفي بغرض الهدف منه هو جبر الضرر. وبالتالي سنستمر في نضالنا إلى جانب ضحايا الملف المعروف ملف جاك بوتي ومن معه، وكذلك مع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية.